البداية دايما بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي الليلة، الأهلي يتوج باللقب رقم 42. اتجاه لتعديل مواعيد القيد بعد تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا. أما في الترند العالمي، ليفربول يواجه ويست هام في الدوري الإنجليزي. طيب، بخلاف أخبار الأهلي وكواليس الأهلي، النهاردة في الحلقة عندنا عدد من الأخبار العالمية كمان اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم، بتهم ناس كتير جدا في الحقيقة الأخبار العالمية. بالتالي خليني أبتدي بأهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات حول العالم. الدوري المصري، سموحة لاعب نادي اف سي مصر، وخلصت المباراة 2-0 لسموحة. بيراميدز هيلعب الساعة 5:30 أمام المقاولون العرب، وطلاع الجيش مع الأهلي الساعة 8 بالليل، وآخر مباراة هذا الموسم. بالنسبة للدوري الإنجليزي، في عدد أيضا من المباريات، وثلاث مباريات تحديدا. شيفيلد يونايتد خسر خلاص من مانشستر سيتي في مباراة كانت في تمام الساعة 2:30 ظهرا بهدف لا شيء أحرزه ووكر، طبعا الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي، من صناعة دي بروين. وفي مباراة تنطلق في هذه اللحظات ما بين بيرنلي وتشيلسي، وكمان المباراة اللي هتكون الساعة 7:30 تهمنا بكل تأكيد هي مباراة ليفربول وويست هام، ده فيما يتعلق بمباريات الدوري الإنجليزي. خلينا نروح كمان لمباريات الدوري الأسباني. ريال مدريد مباراته النهارده انتهت أمام هويسكا بفوز ريال مدريد 4-0، مباراة شهدت عودة هازارد للتهديف، أحرز الهدف الأول، وبنزيما أحرز هدفين، وفالفيردي أحرز هدف. أتلتيك بلباو أمام إشبيلية كمان ربع ساعة، الساعة 5:15 تحديدا، وأوساسونا أمام أتلتيكو مدريد الساعة 7:30، وديبورتيفو ألافيز أمام برشلونة الساعة 10 بالليل. الدوري الإيطالي في أيضا ثلاث مباريات النهاردة، كروتوني أمام أتلانتا، الشوط الأول خلص 2-1 لأتلانتا، والساعة 7 إنتر ميلان أمام بارما، والساعة 10:15 بولونيا أمام كالياري. دي أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات حول العالم. هنروح لفاصل سريع وبعديها هنرجع نتكلم في أهم تفاصيل حلقة النهاردة. استنونا.